السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة الأطلس وان للشروحات. أتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ثم الضغط على علامة الإعجاب بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغيت نقدم لكم واحد القصة اللي هي قصة حقيقية وقعت في كولومبيا. كان واحد الصياد اسمه رولاندو، كان هو الصديق ديالو كيصيدوا عادي في شاطئ البحر، حتى إذا بهم كيشوفوا واحد الجسم طافي فوق الماء. هو صاحبه كيتغنوا تيقول له هذاك راه جسم خشب، آخر تيقول له راني راه جسم امرأة. تيقربوا هما كيشوفوا يعني وكيتأكدوا بأنها جسم ديال المرأة. من بعد يعني تأكدوا بغاو يطلعوها، كيلقاوها باقا كتنفس، عطاوها الماء، شربوها الماء، رشوا ليها الماء. واحد اللحظة وهي تنوض بقات تبكي، تيسولها تيقولها اش وقع لك، نتيا منين؟ ما كتجاوبهمش مرة. من بعد خرجوها للشاطئ قدام الناس تما، وتجمعوا الناس ديال الشاطئ وعطاوها كرسي وشربوها الماء، وزاد يعني ارتاحت شوية. وتيسولوها وتقول واش عطاتهم شي يعني شي جواب، ما عطاتهم حتى شي جواب. من بعد استدعوا الشرطة، جات الشرطة وطوع واحد الشخص من بين هذوك الشاطئ بالسيارة ديالو، يبا وصلها يعني أقرب مستشفى مع الشرطة. ومن اللي ولات الحالة ديالها مزيان، جاو الشرطة كيضغطوا عليها تيقولوا لها بغينا نعرفوا شنو وقع لك. من بعد عرفوا بأنها كانت باغية تنتحر، والمدة اللي كانت في الماء يعني تقريبا 8 ساعات. هادشي الجواب اللي عطاتهم. بقاو تيضغطوا عليها باش تقول لهم يعني العائلة ديالها وفين كتسكن، ما بقاش تعطيهم والو. من بعد يعني واحد نشر هذاك الفيديو ديال بأنها طلقت في البحر، وكان عندها العمر ديال 46 سنة، وشافوا وجهها في الفيديو. من بعد تنشر الخبر بأنها كتسكن في واحد المدينة في كولومبيا وعندها العائلة ديالها. من بعد سيدي جات الشرطة ضغطت عليها قالت لها والو تعطينا العائلة ديالك تواصلوا معهم. بقات تبكي، هويت تعطيهم قالت لهم انا كنسكن في واحد المدينة في كولومبيا، وقالت لهم انا كنت عايشة مع راجلي 20 عام، يعني كانت هي مسالية العنف، وكنت من بعد العنف يعني ولدت، ومن الولد زاد عليا العنف، ولكن مرسي العنف يعني الجسدي والمعنوي. قلت ماشي مشكل نصبر مع راجلي، ماشي مشكل، انا يا عندي عائلة. من بعد يعني هي تولد ولدة ثانية، ملي ولدت ولد زاد عليا العنف بزاف، ولا كيفرق على عائلتها ولا ما كيخليهاش تتلاقى مع الناس. يعني تحست براسها بانها يعني كيعذبها مزيان. بقات صابرة ما من اللي حسس بولادها ولاو يعني واحد السن يمكن لهم يعني يتوكلوا على راسهم. هزت واحد المبلغ ديال الفلوس وهربت يعني، ومشات لواحد المدينة في كولومبيا. تقطعت الأخبار ديالها، وتماك تعرضت للتشرد في الشارع، ولات كطلوب، ولات كتسعى. مدة 6 أشهر يجي واحد المرأة قالت لها تمشي معايا تاكلي وتشربي تعيشي معايا. قالت لها نمشي معاك ماشي مشكل. ضربت معها واحد المدة، شوية ولات كتحط لها الصابون في الماكلة، وكتقطع ليها الضوء وتقطع ليها الماء في الحمام. وواحد المدة بغات تتصل بالعائلة وتشوف شي وحدة كتواصل ليها، قالت لها شوفي راجلك راه مبقاش في هذيك المدينة، وليداتك راهم هنايا، إلا بغيتي تطمئن عليهم هانتي. ومن بعد ديك الفرحة اللي مشات يعني فرحانة باش تشوف وليداتها وتجلس مع عائلتها. هذيك اللحظه اللي كتدخل للبيت كتشوف راجلها راه باقي تما، وهي تصدمت. بقات يبان لها يعني الحل الوحيد وهو تنتحر. تماك مشات جنب البحر ورمات راسها. من بعد رمات راسها كانت باغي تنتحر، وحست بالحراره ديال الموت والانتحار. بقات يعني كتقاوم في الماء حتى لقات واحد الجسم ديال الخشب ولصقت فيه، ويعني تعذبت مزيان من ناحية الجوع والعطش والحرارة ديال الشمس حتى وقعت الواقعة. تما عرفوا بأن هذا السبب هو السبب ديال هذه المرأة اللي وجدوها طافية فوق الماء. نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.